نعود للسيد صخر دودين، وأنت عضو مجلس الأعيان، وكنا نتحدث معك قبل قليل سيد صخر. ويعني أريد أن أعرف منك مؤخرا دكتور، ما نتحدث عنه هو بعيد عن صفقة القرن، وعدنا إلى مربع حل الدولتين. سيد صخر تفضل. شكرا يا سيدي. يعني تبعات صفقة القرن لا زالت موجودة، و يعني أنت عارف صاروا أوريدي يعني قايمين السفارة ناقلينها إلى القدس، ولن تستطيع الإدارة الحالية عمل شيء حيال ذلك. الإدارات الأمريكية المتعاقبة كانت دائما متعاطفة مع إسرائيل، ولكن كانت تحاول أن يكون التعاطف ضمن القانون الدولي والقرارات الدولية. الإدارة السابقة يعني ضربت عرض الحائط في أي شيء يتعلق بالقانون الدولي، واعتبرت أن الأمر الواقع هو ما يجب أن يظل على الأرض. الآن ومع يعني مجيء بايدن، وخصوصا أن بايدن أطلق تصريحات جيدة، وكاملا هاريس نائبته أيضا أطلقت تصريحات لا بأس بها بأنها تريد أن تعيد العلاقات مع السلطة الوطنية الفلسطينية وتريد أن تعيد الدعم لهم. وأنت تعرف أن جلالة الملك المعظم يعني يمتلك علاقات ممتازة ورائعة مع طرفي الأمور في أمريكا، إن كانوا من الديمقراطيين أو من الجمهوريين. علاقة جلالة الملك مع الرئيس بايدن علاقة ممتازة، هو الرئيس العربي الوحيد الذي بادر بالاتصال بالرئيس بايدن وهنأه برئاسته بشكل شخصي. جلالة الملك كما كان سابقا سيظل الآن أيضا قطب الرحى السياسي في المنطقة، وسنجد الكثير من الزيارات بعد قليل تأتي وتذهب إلى الأردن، لأننا سنكون في موقع جيوسياسي رائع جدا. طيب سيد صخر، يعني الموقف الأردني كان واضحا منذ البداية يعني برفض جميع الحلول الأحادية، ويعني كان هناك دائما تأكيد على ضرورة العودة إلى طاولة النقاشات وإلى الثوابت السابقة، يعني وهو ما يتلاقى طبعا مع الموقف الفلسطيني الصعب في هذه الأيام. ماذا عن المواقف العربية الأخرى؟ نتحدث عن الموقفين المصري والموقف الخليجي تحديدا. نعم، يعني الموقف المصري يصب كثيرا أيضا يعني في نفس الإطار الذي يصب فيه الموقف الأردني والموقف الفلسطيني. خلينا سيد صخر نتحدث أكثر عن يعني نقاط التوافق وأيضا نقاط الاختلاف، تفضل. الأردن وفلسطين ومصر متوافقون أولا بأنهم مقيمو ثلاثة معاهدات سلام مع إسرائيل، لأن هناك حروب ولأن هناك أراضي محتلة بينهم، ومعاهدات السلام كما تعرف لا تقوم إلا لا توقع إلا مع الأعداء. اصلا معاهد سلام لا توقع الا مع الاعداء، لا توقع مع الاصدقاء. وهذه شيء نحن مشترك معهم. ومن المفترض ان هناك كان في بادره عربيه في قمه بيروت في 2002، بادره الملك عبد الله بن عبد العزيز رحمه الله، عندما قال المبادره العربيه الارض مقابل السلام. فكان هناك اتفاق عربي على ان لا يقوم سلام مع اسرائيل الا بعد ان تعيد الارض لاصحابها الفلسطينيين، وايضا الارض العربيه في سوريا، ويعني أي أرض أخرى محتلة من طرفهم من الطرف العربي. رأينا يعني في الشهر الماضي ما قامت به الأشقاء في دولة الإمارات والأشقاء في مملكة البحرين من عملية تطبيع مع إسرائيل. طبعا نحن ننظر إلى أولا إلى الجانب خلينا نقول التوافق فيما بيننا وما بين هاتين الدولتين العزيزتين. نحن ومملكة البحرين الشقيقة ودولة الإمارات العربية المتحدة نمتلك علاقات ممتازة جدا، لنا كثير من أبنائنا يعملون هناك. علاقة جلالة الملك المعظم مع قادة هذه الدول علاقة على أعلى مستوى. وأيضا في المقابل نحن دائما في الأردن لم ننظر أبدا ولا نحاول أن ننظر أبدا إلى الخلافات أو الاختلافات في الرأي. أنا وأخي قد نختلف كثيرا في كثير من الأمور، ولكن في النهاية نحن أخوة. لذلك الأردن لابد وأكيد بأن الأردن يقوم الآن بدور يعني ممتاز وجيد لعلاقته الممتازة أولا بالسلطة الفلسطينية، وثانيا بالأشقاء في الإمارات وفي البحرين، وثالثا بالإدارة الأمريكية الجديدة، وأيضا نحن موقعون لمعاهدة سلام مع إسرائيل. لكن سيد صخر يعني بأن هذه التوليفة يعني قد تفيد إخواننا الفلسطينيين، قد تفيد إخواننا الفلسطينيين، وقد أيضا
يعني نرسمل ونسخر ما قامت به دولتي البحرين والإمارات من تطبيع مع إسرائيل لصالح الأخوة الفلسطينيين، بدلا أن يصبح إخواننا الفلسطينيين يعني وكأنهم في الزاوية وكأنهم قد ألقي بهم خارج الإطار العربي. بالعكس، يجب أن يعرفوا بأن أخوتهم جميعا معهم، وهذا ما نأمله من الزيارات التي تراها اليوم مثلا من وزير خارجية مملكة البحرين. وأنت تعلم أنه قبل أسبوع تقريبا كان جلالة الملك المعظم في قمة ثلاثية بينه وبين أخيه في العقبة. قبل قمة محمود عباس مع أخويه الشيخ محمد بن زايد وملك البحرين أيضا عندما كان. فهناك في يعني في توليفة جديدة في المنطقة وسنراها قريبا إن شاء الله. يعني سريعا سيد صخر، كان هناك يعني بوادر مباشرة للمصالحة في الداخل الفلسطيني، تلتها يعني عودة للتنسيق الأمني بين السلطة وتل أبيب، كيف يبدو المشهد الفلسطيني الداخلي حاليا؟ سيدي، السلطة الوطنية الفلسطينية أساسا يعني البند الأساسي التي إسرائيل تريد السلطة أن تكون موجودة لأجلها هو هذا موضوع التنسيق. بدون هذا التنسيق لن يكون هناك أصلا وجود للسلطة في الداخل، أنت تعرف هذا الكلام. ولا بد أن يفهم أطراف النزاع الطرفين الفلسطينيين المهمين، السلطة الوطنية الفلسطينية والإخوة في حماس، لابد أن يكون أن يصلوا إلى تفاهم وأن يكونوا واقعيين وعمليين. يعني أنت اليوم في أضعف فترة تمر بها الأمة العربية وفي أضعف فترة تمر بها القضية الفلسطينية، يعني لا يجوز أن يكون هناك خلاف، لابد أن توزع الأدوار، لابد أن يعملوا على توزيع الأدوار. فليكن هناك دور يعني يتكلم، والحمد لله نحن المقاومة دائما في قلوبنا دائما، وأنا يعني الأجيال القادمة لا نحرمها من أن تكون مقاومة، وصلت ولكن يجب أن نتحلى أيضا بشيء من الواقعية. السياسة هي فن الممكن والمتاح، فليبقى أحد يتكلم بالممكن والمتاح وليبقى آخرون يتكلموا بالمقاومة، ولكن يجب أن يكونوا على صفحة واحدة وعلى صف واحد وأن لا يكون هناك خلاف بينهم. شكرا لك المهندس صخر دودين، وأنت عضو مجلس الأعيان، كنت معنا مباشرة عبر سكايب.